موضوع مهم جدا اتكلمت فيه مع حضراتكم امبارح. احنا دايما لما بنيجي نتكلم دايما بنتكلم بمستندات وبأوراق في اي موضوع بشكل عام. لما باجي اتكلم بتكلم عن اي حد بتكلم بمستندات وأوراق، مش بتكلم وخلاص. فالحقيقة امبارح انا اتكلمت عن وزارة الشباب والرياضة والدكتور اشرف صبحي. الحقيقة الدكتور اشرف صبحي رجل محترم وواحد من الناس المحترمة جدا، أو من الوزراء القليلين كلهم الحقيقة طبعا، ولكن دكتور أشرف صبحي الوزراء القليلين القريبين مننا، يعني كنا بنشوفه دايما بنقعد معاه ونعرفه بشكل شخصي. فدكتور أشرف من الناس الكويسة جدا، ولما على فكرة ما فيش خناقة ولا حاجة، والموضوع أبسط من كده، إن في حاجة بتتقال وإحنا بنرد على الكلام. وعلشان حضراتكم تبقوا عارفين إن دايما النادي الأهلي بيتيح الفرصة لكل الناس، لكل الناس. امبارح لما اتكلمنا في اطار ايه اللي بيحصل. انا معايا ورق، بالمناسبه معايا ورق رسمي صادر من الجهه الاداريه اللي هي وزاره الشباب والرياضه في كل هذه الامور. فانا مش هرد على تسريبات حد، اي تسريبات طالعه من امبارح للنهارده بعد الكلام اللي احنا قلناه امبارح انا مش هرد عليه. انا هيكون ردي ان شاء الله لما يطلع بيان توضيحي او اي حاجه توضيحيه رسميه من وزارة الشباب والرياضة. وده أنا بقوله حتى لو الكلام عكس اللي أنا قلته امبارح، أنا هطلع أقوله على قناة النادي الأهلي، لأن احنا اتعلمنا كده في النادي الأهلي، إن احنا طالما من حقك إن أنت ترد ومن حقك إن أنت تقول، فاطلع واتكلم، ما عنديش أي مشكلة إطلاقا إن أنت تبعت لي أي ورق حضرتك كوزارة عايز تتكلم فيه وأنا أعرضه، ما عنديش أي مشكلة في هذا الأمر. وبالتالي أنا كل مشكلتي إن النادي الأهلي عنده حق، وأنا عايز الحق بتاع النادي الأهلي ده، لأن كل الكلام اللي بيتقال في التسريبات اللي متسربة من بعد حلقة امبارح هو كلام كله غلط، كله غلط، ما فيهوش كلمة صح، كل الكلام اللي فيه كله غلط من هذه التسريبات. ولكن أنا دايما هيكون كلامي بالشكل الرسمي، بمعنى إن لا، وأنا أعتقد أن الوزارة بتحضر لمثل هذا الأمر، لأن على رأسها دكتور أشرف صبحي، وهو رجل محترم زي ما قلت لحضراتكم امبارح، وبيقف على مسافة واحدة من الجميع. وبالتالي خلينا ننتظر بيان رسمي أو أي حاجة رسمية من الوزارة تطلع تتكلم فيه عن هذا الأمر علشان نعرضه على الجمهور النادي الأهلي.